أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى قول الله سبحانه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قلنا إن سورة الحجرات ترشدنا وتعلمنا على حقوق النبي ومن قبله حقوق الله عز وجل، فإن لله حقوق ولرسوله حقوق، ثم انتهت إلى حقوق المؤمنين ما بيناتهم بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكأنه استرسلت في الحقوق: حق الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم حق رسوله. قلنا حق الله هو أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وحق رسوله الطاعة، أن تطيعه ولا تخالف أوامره. حق المؤمنين أن تصلح بينهم وأن تنظر إليه نظرة الأخوة والرحمة. ثم يأتي إلى أدب آخر وخلق قرآني آخر، وهو قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية هو الاستهزاء، هذا خلق منبوذ. لا يستهزئ قوم من قوم، القوم هنا مقصود بها الرجال، بدليل أنه قال: ولا نساء من نساء، وإنما عبر عن الرجال بالقوم لأنهم القوامون على النساء. ومعنى كون الرجل قوام يعني يقوم بأمورها بشؤونهم، الرجل مسؤوليات عليه، منها إدارة بيته من نفقة، من حماية، من مسكن، مأكل، ملبس. هو الرجل هو القوام. بعضهم يفسر القوامة يعني طاعة، طاعة، أنا قوام، الرجل قوام، الرجال قوامون على النساء، يعني الطاعة، وهذا مو صحيح. وإنما بما أنفقوا، بدليل قوامون بما أنفقوا، يعني الرجل من مسؤولياته الإنفاق، هو القائم بشؤون زوجته. الرجال قوامون، فالقوامة تعني المسؤولية، تعني أنهم مسؤولون على نسائهم، هذه القوامة، وليست بمعنى وجوب الطاعة. ولذلك يعبر عن الرجال بالقوم، عبر عنهم بالقوم لأنهم يقومون بشؤون نسائهم. قال: يا أيها الذين آمنوا، أي المؤمنين، لا يسخر، لا يستهزئ بعضكم من بعض. الرجال، رجل تستهزئ برجل آخر، تستصغر رجلا آخر، تهزأ به، يحقر منزلته، افرض يستنقص مهنته أو ثيابه أو فقره أو اسمه أو وضعه. الاستهزاء ليس من الأخلاق السماوية، الله ينبذ هذا الخلق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على احترام
الذات وعلى احترام الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم وليس أفصحكم وليس أجملكم ولا أكثركم مالا، إنما المعيار هو التقوى. هذا المعيار الفيصل في الكرامة في الامتياز. أما أنك تهزأ به تحقر مهنته، تحقر مثلا اسمه شكله لونه، ليس من الدين في شيء. طبعا هاي الآية الكريمة احنا كما أسلفنا أن سورة الحجرات بدأ نزولها بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية سنة 6، السنة السادسة للبعثة للهجرة، السنة السادسة للهجرة. فإلى أول سنة السابعة النبي صلى الله عليه وآله أخذ خيبر، ولما فتح خيبر تزوج بصفية ابنة حيي بن أخطب. حيي بن أخطب زعيم اليهود من بني قريظة. هذولي بني قريظة كسروا الاتفاق اللي بينهم وبين النبي، المعاهدة اللي كانوا بينه وبين النبي أن لا يجمعوا عليه ولا يغدروا به ولا يأووا المشركين ولا يساعدوهم ولا. فلما اجت معركة الخندق، واقعة الخندق، هم نقضوا الاتفاق سنة 5، نقضوا الاتفاق. فبني قريظة حكم عليهم حكم في سنة 5. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقهم وأطلق سراحهم على أن لا يساكنوه بالمدينة ولهم رؤوس أموالهم. ومن العجيب أنه صلى الله عليه وآله وهو كالسيل لا يرد أحدا، لا يرد سائلا، يعني حوالي 4000 إنسان وهم أعداءه وأزعجوه وغدروا به بني قريظة. أبي عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا رأس المنافقين في المدينة وكانوا حلفاء، قال هبهم لي يا رسول الله، فوهبهم له، قال بشرط لا يساكنوني، وهم غدروا فيه وتركهم، وهبهم له وتركهم على أن لا يساكنوه ولهم رؤوس أموالهم ما تحمل الإبل. الإبل قد تحمل خل تحمل ويأخذوا يهاجرون. هذا يهود بني قريظة. هنا زعيم من زعمائهم اسمه حيي بن أخطب، هذا ما هاجر إلى خارج الحجاز بل ذهب إلى خيبر وسكن في خيبر. حيي بن أخطب سكن في خيبر، وخيبر كانت بعيدة عن المدينة مقدار. ففي سنة 7 خيبر النبي حاصرها، حاصر خيبر لأنهم أيضا نقضوا العهد بينه وبين رسول الله، فحاصرهم في القصة المعروفة. فلما حاصرهم واستعصت خيبر على المسلمين، والله سبحانه وتعالى أنزل الفتح ببركة أمير المؤمنين عليه السلام ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له عليه السلام. هم تمكنوا من فتح خيبر وأخذ الأسراء منهم، وهاجر من هاجر منهم. حيي بن أخطب قتل، هذا زعيم اليهود قتل في هذه المعركة. فلما قتل وقعت ابنته صفية ابنة حيي بن أخطب في أسراء المسلمين، وهذه بنت ملك اليهود، وكانت متزوجة من الكنانة ابن النضر أحد اليهود.
صالها 20 يوم متزوجة من عنده. وليلة معركة خيبر رأت رؤيا كأن القمر في حجرها، أو وقع القمر صار في حجرها، فأخبرت زوجها عروس وهي عروس، قالت رأيت البارحة أن القمر في حجري، فلطمها لطمة أدمت عينها أو شجت عينها، قالت تمنين نفسك بملك العرب، القمر هذا محمد، فأنت تمنين نفسك بملك العرب، وضربها. ثاني يوم الصبح وقعت المعركة، قتل هذا زوجها، قتل، فوقعت أسيرة هي وابنة عم لها، وقعت أسيرة وأخذت. فلما النبي صلى الله عليه وآله استعرض الأسراء سأل عن هذه، قالوا هذه ابنة حيي بن أخطب، يعني ابنة ملك اليهود، فعزلها رسول الله، أو عزلت ليرى فيها رأيه صلى الله عليه وآله، ثم هي ابنة ملكهم، النبي أراد أن يكرمها لأنها عزيزة، فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت أنها تعتق ما تكون أسيرة كرامة لها ويتزوجها، فوافقت، قبلت، يعني خيرها رسول الله ولم يجبرها، فوافقت، فتركها حتى تستبرئ وتطهر. ثم بعد ذلك لما تزوجها سألها عن هذه الندبة في وجهها، شنو هذا الأثر في وجهك؟ فقالت هذه ضربة من زوجي لأني حدثته برؤيا رأيت. فالناس سألوا أنفسهم أخذها جارية أو أخذها زوجة، قالوا إن سترها فهي زوجته، وإن تركها فهي جارية أمن. فلما تهيئ الناقة، هيئوا الناقة للعودة إلى المدينة، وعملوا خيمة للنبي وتزوج، وكان أبو رافع الأنصاري أو أبو أيوب الأنصاري بقى الليل كله يحوم على الخيمة، الخيمة اللي فيها صفية ورسول الله، هو يحوم عليها بسيفه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله رأى أبو أيوب، قال خيرا أبو أيوب؟ قال يا رسول الله فداك نفسي، أنا خشيت عليك من هذه المرأة، أنك أنت قاتل زوجها وأبوها، قلت لعله تسوي لك مكروه، فظليت أحرسك بالليل خاف يصير شيء. فقال اللهم احفظه كما كان في حفظ نبيك، تشكر من الرسول ودعا له. حقيقة أكو ناس الإسلام غيرهم، صار رسول الله أحب إليهم من أنفسهم، واحد منهم هذا الرجل أبو أيوب والأنصار بشكل عام. شوفوا ما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا حتى آمن الأوس والخزرج، قبل لا يؤمنون الأوس والخزرج كان الخطاب ينزل أيها الناس، السور المكية كان ينزل بها أيها الناس، لما آمن الأوس والخزرج قامت تنزل الخطابات بيا أيها الذين آمنوا، لما آمن هذان الحيان أو الحيين في المدينة. كذلك لم تصف صلاة جماعة، ما صارت صلاة جماعة في المسلمين حتى آمن الأوس والخزرج، هذول لهم فضل على المسلمين أو على الإسلام اللي هم الأنصار جزاهم الله خير، وحوربوا في سبيل الدعوة. فلما جاء بصفية وتزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وأحبته، ولذلك ماتت بعده كمدا، دخلت في الإسلام وحبت رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلقت به، ولها منه روايات، غرن منها بعض زوجات النبي وخصوصا عائشة، كان عندها موقف سلبي منها. فلما جاء بها رسول الله وإلى وأفرد لها غرفة وهيئ لها، أخذت تعيرها، هاي عائشة كانت تعيرها أن شو هاي اليهودية إجتنا، وأسلمت، فكانت تسمعها ما يزعجها، إلى أن يوم
قالت لها تنحي يا يهودية يا بنت اليهوديين. طيب هذه أم المؤمنين، هذه زوجة ومؤمنة، كيف؟ فجاءت إلى رسول الله تبكي، بكت، قالت يا رسول الله أنا آمنت بك صلى الله عليك، أنا آمنت بك وهي تعيرني اليهودي، هو أتهم أبوك مشركة، أبو بكر مشركة 40 سنة يعبد هبل. ولذلك النبي ابتسم صلى الله عليه وآله وقال قولي لها أبي هارون، يعني أبوي نبي الله هارون، وعمي رسول الله موسى، وزوجي حبيب الله محمد، أفلكي مثلهم؟ تتخيل أبوي نبي وعمي نبي وزوجي نبي، أنت إلي شتشي؟ فالجواب عجيب صلى الله عليه وآله، كان معروف أوتيت جوامع الكلم، من يقدر يجاوبك جواب رأسه؟ قالها إذا قالت ليش قولي لها أبوي رسول الله هارون، أبوي نبي وعمي نبي وزوجي نبي، أنت من لك هيك فضل؟ وفعلا رفع معنوياتها ونزلت هذه الآية، هاي الآية الكريمة نزلت بعد هذا الغمز واللمز من عائشة بحول صفية وأم سلمة. أم سلمة هذه المرأة الصالحة، وأم سلمة كانت أشبه للقصر، كان يعني مو طويلة، كانت أشبه امرأة للقصر. ففد يوم اشتكت من رجلها، قدمها أذتها، فقامت عملتها ضمادة، شدت رجلها، ضمدت رجلها أم سلمة، فترك شيء من اللفاف هذا الشد، بقفت قطعة قماش فتشبر طالعة وراها، فغمزت بها عائشة وحفصة، قالت انظروا إليها كأنه لسان كلب، كأن هذا قطعة القماش الزائدة من القدم تخط وراها تمشي وراها، قال كأنه لسان كلب، يغمزون على أم سلمة ويأشرون عليها أنها مثلا قصيرة. فنزل جبريل بهاي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآن هذا راح يجين له الرجال مورد الاستهزاء، عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، النساء هنا المقصود هذه عائشة وحفصة اللتان استهزأتا بصفية وبأم سلمة، هذول استهزأوا، فالله سبحانه وتعالى وبخهم بهذا التوبيخ. وهذه قضية دينية، أنك أنت مهما تكون معتد بنفسك وأنك على مستوى، يجب أن تنظر للناس نظرة احترام، وما يمكن ولا يجوز لك بحمل الأحوال أن تستنقص غيرك، لأنه لو تريد تحسبها القصة، أنت دكتور أو أنت مرموق في المجتمع، لك اسم ورسم، ولكنك مجبور أن تحتاج هذا، أفرض السباك اللي يعمل لك المغاسل والحمامات بالبيت، أنت هذا يصير عندك قطع بوري مي ينكسر بالبيت، تتبهذل حياتك، تخيل تقدر تشتغل، تقدر تعيش ببيتك، أنت تحتاج هذا الذي يفرض تنظر له نظرة مو صحيحة، أو هذا الذي ينظف بالشارع نسميه زبال، مع أنه إحنا زبالين هو منظف، إحنا نزبل، أنت ترمي الزبالة هو ينظف زبالتك، فالمفروض يسموه منظف وليس مزبل ولا مزبال، هو يزبل أنت تزبل، هذا منظف، لولا هذا تقدر تعيش، تقدر تمشي بالشارع، نظرة الدنيا والنقص إليه هذا يؤدي وظيفته في الحياة. لو كل الناس رؤساء جمهورية تعيش، تقدر تعيش، خلي كل الناس على لون واحد تتعطل الحياة. ولذلك ما من شخص في الأرض إلا ويؤدي دوره في الحياة فهو محترم في تخصصه، لا تنظر إليه نظرة دونية، لا تسخر من أحد، فعسى أن يكون خير منك كما في الآية،
بل هو في دوره يؤدي دور مهم له. هذا الحلاق يؤدي دوره، الخباز يؤدي دوره، اللي ينظف بالشارع يؤدي دوره، أبو هذا السباك يؤدي دوره، الطيار يؤدي دوره، كل بصنفه وتخصص، والآخر يعين الآخر، هذا يسد فراغ ذاك يسد فراغ أيضا. ولذلك أن يسخر الإنسان بالإنسان هذا دليل على منقص في نفسية الإنسان، عنده شعور حقارة، عنده شعور ناقص، يحاول يضيع بأن يستهزئ بالناس. كان سلمان رضوان الله عليه، سلمان عشق الإسلام ويعتبر من شواهد رسول الله، سلمان الفارسي من شواهد الإسلام. سلمان أبوه ملك من ملوك فارس، كان أبوه يملك شيراز وحدود إيران على الخليج، كل هاي ملك لأبوه، وكان شاب منعم مرفه يعد للملوك، يعني يهيئ أن يكون ملك. مر على، وكانوا مجوسين على دين المجوس يعبدون النار، مر على كنيس للنصارى وسمع تراتيلهم، فراح سمع محاضراتهم فعجبته النصرانية فتنصر وطرد من قبل أبيه وعذب، إلى أن فر من يم أبوه وأخذ يبحث عن دين الله فتنصر، ثم تهوت صار يهوديا يبحث عن دين الله، وبعد رجع نصراني وأخذ يروح يسيح في الأرض يبحث عن دين الله، حتى أخبر بنبي آخر الزمان وأنه أين يكون نبي آخر الزمان، وأخذ يبحث عنه إلى أن وقع في علمه أنه في يثرب يكون، فراح باع نفسه عبدا حتى يذهب إلى المدينة، مجموعة تجار في تركيا، وصل إلى أنطاكيا، هناك شاف جماعة قالهم أنتوا أنتم، قالوا إلى يثرب، فقال هاي عندي شويهات وغنيمات خذوهن وخذوني معكم، فلما رأوه وحيدا استعبدوه، أخذوا أمواله واتخذوه عبدا لهم، هيك لا عنده حماية لا عنده أحد، فلما وصل باعوه من يهودين على أنه عبد بالمدينة، وبقى هناك يشتغل بالعبودية حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتقى بالنبي وأخذ يسأل عن علامات النبي صلى الله عليه وآله، وعرف أن هذا هو رسول الله، فقال أنا من 50 سنة أبحث عنك، نص قرن سلمان من فارس إلى تركيا الموصل سوريا أنطاكيا إلى أن راح عبد 7 سنين عند يهودي وهو يبحث عن رسول الله، ما خلى دين على الأرض ما تدين به، إلى أن ثبت له هذا الدين الحق وأن له خاتم نبوة في ظهره ولا يأكل صدقة، فراح جاب تمر إلى رسول الله وقال هذه صدقة، فالنبي أعطاها لأصحابه وقال كلوها أنتم، فشافها أول عليهم، راح مرة ثانية جاب تمر ودالينه وقال رأيتك لم تأكل الصدقة فهذه هدية، فأكلها رسول الله، ثم أخذ يبرم على النبي يدي يشوف الخاتم، علامة في ظهر الرسول كانت تشهد على النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي عرف هذا يدور العلامة، فألقى رداءه صلى الله عليه وآله فرأى العلامة، فوقع مخشيا عليه سلمان وصاح أنا 50 سنة أبحث عنك يا رسول الله وأسلم، فسلمان جاي عن علم عن معرفة، فهذا من شواهد رسول الله، كان الخليفة الثاني عمر إذا يرى سلمان يقول له سلمان من أبوك؟ تمن يا عشيرة يا سلمان، شنو عشيرة شنو أبوه؟ هذا رجل في أمة أو أمة في رجل، هذا وحده فيلة، هذا شاهد من شواهد رسول الله، من يقدر يحكي مثل سلمان؟ ولذلك رسول الله سلمان كان يجاوبه، كان يقول له أنا سلمان ابن الإسلام،
نسب الإسلام، حسب الإسلام، هذا حسبي وهذا نسب. إذن لا يمكن لأحد أن يهزأ بأحد، لأن هذا اللي تهزأ به تنظر له بعين لرب يوم تحتاجه أنت، تحتاجه، الله أبصر وأعلم، والله يقدر الأمور، وأنت تحتاج هذا الذي تنظر له بنظرة ناقص ونظرة محقرة مثلا، ما تعرف أنت الأمور شلون تجري وتسري. ولذلك حتى أفرض ذولي مثلا اللي عنده إعاقة عوق، واحد ينظر له نظرة منقص، هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول له واحد أعرج جاء إلى تاجر فنظر له إلى أعرج، التاجر قام يستهزئ بالأعرج وقام يقلده في المشي مالته، فلما شاف الأعرج هذا يستهزئ به قال بمن تهزئ، بالصانع أم بالصنعة أم بالصانع؟ هو أنا من خلقتي الله خلقني، أنت تهزئ بمن، بالصنعة أو بالصانع؟ يقولون التاجر قال فوالله وددت أن أكون مكانه، خجلني صحيح، واحد من خلقة الله أعمى، هو الله خلقه، من تهزئ به تهزئ بالذي صنعه، يقول فوالله وددت أن أكون محله أو مكانه، هي صحيح. لذلك تشوف ما أخذ الله شيئا من هذا المعاق إلا وعوضه بشيء آخر. تيمور لنك هذا اللي خبص الدنيا وأخذ نصف الأرض كان أعرج، بيتهوفن هذا اللي صنع هاي الموسيقى هذه اللي خابصة الدنيا كان أطرش ما يسمع ويطلع حتش موسيقى وآذار. الله ما يأخذ شيء إلا ويعوض بشيء آخر، ولكن لا تهزأ بصنعة الله، خصوصا ذولي اللي أصحاب الإعاقات مثلا. هذا آية يذكر بالله عز وجل، قلت سبحان الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، الله يخليه حتى يذكر بالله، لا تهزأ به، مثل المرور يجيب له سيارة زينة يعطبها أو مدعومة مثلا ويخليها يم الشارع. مرة شفت هنا في ميشيغان شفت سيارة زينة المرور مخليها على رأس مفرق شارع حتى يعلم السواق يدير بالكم لا تسوقون سيارة تصير مثل هاي، ترى سيارتك مو أحسن من هاي ترصي مثل هاي دير بالك. الرسالة الله هم يخلي هذا معاق يمشي بالأرض يقول له دير بالك لا تطغى على كيفك، أحمد ربك اللي أنا ما سويتك مثل هذا كسيح أو ضرير. فهذا آية يذكر بالله، ولذلك لهم حقوق يجب الإنسان لا يهزأ بهم ولا يسخر منهم، أصلا لا تهزأ بأحد. فلرب أشعث أغبر ذي طمرين لو دعا إلى الله دعوة لعبره، هذا ولي من أولياء الله أنت ما تدري، هذا اللي أنت تنظر له نظرة محقرة هو لعله معروف في السماء منكور في الأرض أنت ما تدري به، ولكن لو رفع إيده للسماء الله يجيب له. فلذلك أن تسخر بأحد ليس من خلق الله وليس من خلق رسوله. قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذه لا يسخر قوم من قوم، يقول يقال أنه كان أحد الصحابة اسمه ثابت ابن قيس الشماسي، وكان سمع ثقيل، فكان لما يجي في مجلس رسول الله كان يحاول يقعد قريب إلى النبي حتى يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم ثابت. فلما نزلت قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلما نزلت هذه الآية أخذ يبكي هذا ثابت، قال هلكت والله، لأن يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال إذن أنا من أهل النار، أنا دائما أعلي صوتي في محضر رسول الله، لأن ما يسمع قليل سمع فيعلي صوته يسأل، قال إذن أنا من أهل النار، فجلس ببيتي يبكي ويندب حظه، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما أشوفه ثابت، فراحوا الصحابة يسألون عنه فشافوه هذا منتهي يبكي ويندب حظه ويقول أنا من أهل النار أرفع صوتي في محضر.
فرجعوا للنبي وقالوا له، قال لا هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. فلما قالوا له كذا ارتاح ورجع. وفعلا هذا بعدين استشهد في أحد المعارك، استشهد رضوان الله عليه. المهم هذا في اليوم اجى للنبي صلى الله عليه، الى مجلس النبي، فاجى تخطى الرقاب، مجلس عامر تخطى الرقاب حتى يصل يم النبي يسمع صوت. فاكو فد واحد قاعد يم رسول الله، فاجى هذا يدي نحيه يوخره حتى ياخذ مكان لانه قريب للنبي. هذا القاعد الفقير، فقير مسكين، ما تحرك من مكان، يا مكار يم النبي رسول غنيمة، هاي منو يتنا يوخر عن النبي؟ فرادي حركة، هذا ما تحرك. قال من أنت؟ ثابت يسأل. قال أنا فلان. قال ابن فلانة. أنت أمك فلانة؟ يهزأ بها، أمه كانت الظاهر مو هلقة. أنت ابن فلانة؟ يسمع. فلما سمع رسول الله، هذا غمز واضح، يعني أنت تغمز بأمه، أمه يفرض مخوشات شعلي هو. فصاح عليه تعال يا ثابت، قال انظر إليهم ماذا ترى؟ شوف أصحابي شو شوف. قال يا رسول الله أرى الحرة والعبد والأبيض والأسود والأحمر أشكال. قال فهذا مجلسهم، ماكو فرق بين هذا وهذا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تزعج الإنسان بأبوه، انت ابوك كان مخوش ادمي، كيف تغمز في شعلي هو؟ اصلك فصلك امك، يا عمي ما لا تزر وازره وزر اخرى، وان اكرمكم عند الله اتقاكم. فنزل هذا القول، قول الله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، هاي يقصد على ثابت، ان يكونوا خيرا منهم، مش مدريك هذا احسن منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هذه لعائشة وحفصة التي استهزأت بصفية واستهزأنا بأم سلمة، عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا، يعني لا تلمزوا، اللمز والغمز وأنه يأشر إشارة أن هذا الإنسان مو هالقيد أو هاي الإنسان هو. الله سبحانه وتعالى يأخذ موقف من هؤلاء، ولذلك آل البيت ابتلوا بهذا الغمز واللبس. يعني تشوف واحد كاتب مؤلف لما يوصل إلى حقيقة ما ينسجم وياها، يقوم يبطلها، يقوم يغمز فيها، مثل ابن تيمية لما يوصل إلى فضائل أمير المؤمنين يغمطها يسرقها ويخليها لغيره أو يستهزئ به. أصلاً ابن تيمية ما يعترف بأن علياً خليفة، يقول مو مجمع عليه. ومن الغمز في علي هذه، صاحب هذه الذكرى، غمزوا في علي بأن كفروا أباه وقالوا إن أبا طالب مشرك، مات مشركة. كل مشكلتهم هذا تكفير أبو طالب هو غمز في علي بن أبي طالب، لأن أبو طالب عنده ولد اسمه علي، فنظروا لعلي. ولذلك أحمد بن حنبل يقول ابن عبد الله يقول سألت أبي عن أبي طالب، قلت له أبو طالب شنو وضعه؟ قال اعلم بني إن عليا بز القوم، يعني أخذ كل الفضل، ففتش أعداؤه فيه، قلبوا رادوا يشوفونه فد منقصة نقيصة ما لقوا، قالوا أبوه مشرك. يعني القصة وي الابن. وإلا إذا تلاحظ تكفير أبو طالب ما كان في أيام النبي ولا أيام الخلفاء الثلاثة، وإنما بعد أيام حكومة معاوية. في حكومة معاوية طلعت روايات أن أبا طالب مشرك، وإلا هذا الفعل وليس من فعل النبي ولا أيام ذيك الخلفاء الأول، فهو غمز في أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا بربك الذي قضى 50 سنة يحفظ رسول الله، لأن النبي مات أبو طالب والنبي عمره 50 سنة، 50 سنة هو يكفل النبي، أبو طالب توفى 10 سنين للبعثة،
النبي عمره 50 سنة سنة 10 البعثة، 50 سنة هو يكفل رسول الله ويحافظ على رسول الله ويدافع وهو مشرك. وأبو سفيان الذي قضى عمره في حرب رسول الله، تروح تشوف تلقى يترضون عن ويعتبروه صحابي. ليش؟ لأن هذا غمز في أمير المؤمنين وغمط في حقه. ولذلك أمير المؤمنين في وصيته لما دنت الوفاة أوصى أن يحج عن عبد الله والد رسول الله وآمنة أم النبي وأبو طالب أن يحج عنهم كل عام. فكان الحسن والحسين ملتزمين بأن يحجوا عن أجدادهم، عن أبو طالب وعن عبد الله أبو والد الرسول. كيف يحجون عن مشرك في ضحضاح من النار؟ يقولون نعم هو أقل أهل النار عذابا، من نعلين من نار يغلى منها دماغه. تتخيل الغل. هذا الذي يقول ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، وأسلم النجاشي أسلم بكتاب من أبو طالب، لأن أبو طالب كان شيخ البطحاء معروف أمير وزعيم قريش. وإنما ذهب المسلمون إلى النبأ الحبشة لأن النجاشي يعرف أبو طالب، وفي مراسلات بين أبو طالب وبين النجاشي، صديقة يعني، ويراسل الملوك وبعث ولده إلى الحبشة، وهو الذي أدخل جعفرا في الإسلام. لما جاء ورأى رسول الله يصلي وخلفه علي، قال لجعفر يا بني إلزم جناح أو صل جناح ابن عمك. معقول أبو طالب هذا الوقوف والصمود لأنه ابن أخيه؟ هذا الفداء لأنه ابن أخيه؟ ما عنده أولاد أخوة أخر؟ ما هذا أبو لهب عم رسول الله، وجارية أبو لهب ثويبة أرضعت رسول الله، ولما بشر أبو لهب بمولد النبي أعتق جارية أبو لهب. ولكن لما أعلن النبوة جاءت النبوة تبرأ من وأخذ عادي. فش معنى العلاقة؟ اللحمة ما تأثر بها أبو لهب يتأثر بها أبو طالب؟ القصة مو هيك. أبو طالب دافع عن رسول الله لاعتقاد، لأن معتقد، لأن مسلم، وهذا نبيه. وكان صلى الله عليه وآله لا يمر فيه موقف إلا ويذكره ويستغفر له ويقول رحمك الله يا عم، لا أشفعن لك شفاعة يعجب لها أهل المحشر. لموقف النبي، لموقف أبو طالب العظيم من الإسلام. ويدخل وهو بلغ 80، يدخل في شعب أبي طالب في الحصار الاقتصادي ويدافع عن رسول الله إلى آخر رمق. كل هاي لأنه ابن أخيه. ما سمعنا أن أبو طالب تعاطف مع ابن أخ آخر غير الرسول، لأن القصة أن النبي أبو طالب يعرف قيمة رسول الله، وهي أشعار ديوان إلى خاص في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حزن عليه رسول الله وأسمى العام الذي توفي فيه عام الحزن. هل يحزن بربك النبي يحزن على مشرك نال النار؟ ولكن الغل هذا غمز ولمز في علي. يستكثرون عليه مجده، قال لك يا أبو مشرك. لاحظوا، مع أنه ماكو غضاضة واحد أبو مشرك هو مؤمن، ولكن كذب. هذه كلها روايات معاوية وبني أمية كفروا أبا طالب لموقفهم السيء من أمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك نحيي بعض الأقلام الراقية حقيقة، يقولون بنشهد بإيمان أبو طالب. أكو أقلام ولا من مدرسة الصحابة، كل منصف الآن بدأت فكرة أن أبو طالب مشرك أبو طالب من النار ترفض من قبل علماء متنورين، علماء عندهم شوية ذرة انصاف، لا يقبلون شرك أبو طالب. من هنا التكفير أبو طالب كان بداعي سياسي بامتياز، الهدف منه تنقيص
أمير المؤمنين عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني واحد مثلا شوف عنده لقب مو محبب لا تجيبه إليه، لا تسمع ما يكره، وإنما أسميه بالذي يريد، سميه باللي يحبه، أما تسميه بما يكره هذا مو من أخلاق القرآن ولا من أخلاق الإسلام. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني اللي يستعمل هاي الطريقة يتمسخر على الناس ويلمس فيهم يكون اسمه فاسق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نستجير بالله من الظلم، هذا اللي يستبيح الناس ويخوض فيهم ويخلق لهم ألقاب، يلقب هذا كذا وذاك يلقب كذا، هذا ليس من الإيمان في شيء، بل هو ظالم لنفسه وللناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنتخلق بأخلاق القرآن والإسلام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.